وزارة الخارجية السودانية ونعت فيه السفير الروسي وذكرت المسيرة الدبلوماسية التي كان يقوم بها وتقوية العلاقات ودوره الكبير في تقوية العلاقات بين السودان وروسيا، ولم تذكر أي نوع من الملابسات، فقط تحدثت عن سيرته الدبلوماسية، وهذا واضح أن هذه الوفاة وفاة طبيعية، كما أكملت الشرطة السودانية تحرياتها خاصة مع طبيبته الخاصة التي قامت بالوصول مبكرا إلى المنزل عندما أبلغت بأنه في حالة وفاة، وأكدت أن هذه الوفاة وفاة طبيعية وأنه يعاني من الضغط وأنه يعاني من بعض الأشياء، ولكن كل التحريات التي قامت بها الشرطة كانت تحريات ليست توجد أي نوع من العمل الجنائي أو هذه الأشياء، وتم وضعه في المشرحة إلى أن إذا طلبت أو وافقت الخارجية الروسية بتشريح الجثمان أو كذا، هي إجراءات قانونية فقط لتأكيد سلامة هذه الأمور أو هذه الوفاة بأنها وفاة طبيعية. هذا ما كل المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن. طاهر المرضي مراسلنا من الخرطوم، شكرا.